السلام عليكم أعزائي المشاهدين، عزيزتي المشاهدات، الله يجزيكم بخير. أنا هاد الفيديو بغيت نحكي لكم واحد التفاصيل. هو أنه كان الأخ يوسف كان جا عندي في رمضان ديال 2020، كان جا صور معايا هنا في الدار، وكنت طلبت درت النداء ديالي للمحسنين، وهذا بحكم انني انا سيده كفيفه. نعاود نفكركم، سيده كفيفه عندي 4 الوليدات. في ديك الوقيته كنت قلت لكم انه زوج متقاعد يتقاضى حوالي عن 1000 درهم تقريبا في التقاعد ديالو. دابا بغيت نعطيكم مستجدات، وبغيت نعطيكم السبب ديال الطلوع ديالي مع يوسف. خويا يوسف، من هاد المنبر كنشكرك بزاف 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 على المجهودات الرائعة اللي كتقوم بها، وبغيت نقول لكم انه بصراحة ما شفتش انسان بحاله في الطيبة وفي الصدق وفي بزاف الحوايج، وكنشكرك بزاف، وكنشكر كاع الناس اللي تفاعلوا معايا واللي عاونوني. فعلا كان واحد التواصل، وتفاعلوا معايا الناس، وعيطوا لي الناس من برا وتفاعلوا معايا وعاونوني، وهذا فالحمد لله. يعني كان واحد يعني مساعده ما كانتش كثيره، ولكن الحمد لله. حاولت انني عندك الفلوس حيت كان كيتسلي الكرا وداك الشيء، خلصت شويه الكرا، شويه خديت منهم، بديت كندير مليحفات ديال الصحراء وهذا. مهم، حاولت انني نمشي اموري، ولكن للاسف ديما ملي ما كيكونش عندك السكن ديالك، وما كيكونش عندك دخل، وكيكون عندك 4 الوليدات الاعمار ديالهم 16 سنه 15 سنه و 12 سنه و 9 سنين، يعني عندي وليد وثلاثه البنيات، وكيكونوا هاد الاطفال كلهم في سن التمدروس، محتاجين كتوبه، محتاجين هذه محتاجين هذه، فبصراحه كتكون ويدو حنا ما كتصفقش، كيكون الحمل شويه ثقيل. مهم، للاسف ما تمكنتش انني نتوفق في حياتي، وما تمكنتش انني، لانه بصراحه المساعدات كانت، ولكن ماشي بدك الكيفيه، لان انا كي قلت قبل لا تعطيني سمكه كل يوم، ولكن علمني كيف اصطاد السمك. الجديد دابا هو انه انا حاليا ما عنديش مدخول، وما عنديش شي حاجه اللي توفر لي العيش الكريم، كما انه للاسف لظروف خاصه انا ماشيه في اجراءات الطلاق. وانا فكرت انني غادي ندير نداء للمحسنين وجزاهم الله خيرا، غادي يساعدوا وغيتفاعلوا كل شيء، ولكن راه اللي غيعطيك اليوم غادي يعيا غدا، وكيعيا اللي يعطي وما كيعياش اللي يشد. فاصدقائي اقترحوا عليا انني ندير واحد القناه في اليوتيوب، وانني نعيشكم معايا حياتي، كيفاش كنعيش كانسانه كفيفه، كيفاش كنطيب، كيفاش كندير، كيفاش مقابله وليداتي وهذا. فكنتمنى ان الطلب ديالي انكم تفاعلوا معايا في القناه، وتشجعوني وتطلعوها لي، واعتبروها صدقه جاريه لكم، صدقه جاريه، لانكم غتعاونوا واحد الانسانه للاسف ما عندها لا مدخول ولا قرايه اللي تقدر تخدم بها، ولا عندها سند، ولا عندها حتى شي حد. انا حرفيا كنعيش معاناتي بوحدي، ما كيعيشها معايا حتى شي حد، ما عندي لا اهل ولا حتى شي حد اللي يقدر يوقف جنبي ويكون سند ديالي، عندي الله سبحانه وتعالى وانتم اعزائي المشاهدين. وكنتمنى منكم انكم تعاونوا، لان حاليا مجموع عليا الكرا، مجموع عليا بزاف الحوايج، وانا طامعه في الكرم ديالكم، وطامعه في الكرم ديال الله سبحانه وتعالى، انكم تقدروا تخرجوني وتنقذوا هاد الوليدات، لان كنتمنى، لانه هما كي تنقولوا هما ضوع عويناتي اللي تحرمت منه. فكنتمنى انكم تقدروا تساعدوني وتفعلوا لي هاد القناه، وتعاونوني بالدعاء ديالكم، وجزاكم الله الف خير. شكرا خويا يوسف، وغادي نتسناك ان شاء الله من طلع عندي لمراكش. مرحبا خويا، كنتمنى نعاود نشوفك مره اخرى، لان عن جد قمة الأدب والأخلاق والطيبة. ربي يوفقك أخويا في مسيرتك، وإن شاء الله يا ربي كنتمنى لكم كلكم التوفيق، وشكرا بزاف.